السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية واحد للصيدلة فارماكولوجي 1. هلا بدنا نكمل كلامنا عن الفارماكوداينامكس. المرة الماضية حكينا عن تعريفات مهمة، حكينا على أنواع السيجنالينج، أنواع الريسبترز اللي موجودة. قلنا في عنا ترانس ممبرين ريسبتر، يعني ريسبتر موجود داخل الخلية، فالدراج بده يدخل يخترق الممبرين يدخل لجوه الخلية عشان يرتبط فيه. وقلنا مثال على هيك الستيرويدز الكورتيزونات، عندنا في أدوية بترتبط على الريسبتر وتقوم بتحفيز إنزيم من الجهة المقابلة، عندنا أدوية بترتبط في الريسبتر وبتحفز ليجند، بتحفز مولوكيول مرتبطة بالريسبتر. هاي المولوكيول هي التي تقوم بالأعمال تبعت الريسبتر، يعني هي رسول، بس رسول متوصل بالريسبتر مباشرة. وعندنا دواء بيرتبط بالريسبتر، ارتباطه بالريسبتر بيفتح قناة أو بيغلق قناة. هنشوف هذا الإشي في الجابا، في الصوديوم تشانل، هنشوف هذا الإشي إن شاء الله. أغلب الأشياء يعني هذا النوع هنشوفه في فارما 2، هذا النوع رح نشوفه هنشوفه بفارما 3. وفي عندنا اللي هي جي بروتين كابلد، يعني دواء بيرتبط في الريسبتر بحفز مولكيول او ليجند معين اسمه الجي بروتين، هو بيعمل رسول باخذ الرساله لا ليجند ثاني بس مش مرتبط في الريسبتر بعيد، وهذا الليجند الثاني، هذا المولكيول الثاني اللي بعيد عن الريسبتر هو الذي يقوم في عمل الوظائف المطلوبة من الريسبتر في الخلية. هذه هي الفكرة، تمام؟ في أنواع الريسبترز، وقلنا على كيف بنطلع الثيرابيوتيك ويندو والثيرابيوتيك اندكس. هم هدول الاثنين هم زي نوع من نقدر نحكي عنهم نوع من بتعطينا استيميشن أو بتعطينا صورة أو مش صورة أو بتعطينا تطبيق عملي بحالة ثيرابيوتيك ويندو، تطبيق عملي عن السيفتي تاع الدراج. ثيرابيوتيك اندكس بتعطينا صورة أو مؤشر عن السيفتي تاع الدراج، وحكينا عن هالإشي. هلا بدنا نيجي على هذا الموضوع اللي هو النيتشر اوف الدراجز، أنواع الأدوية. هذا موضوع طبعا تعريف، حيكون في تعريف وحيكون في تطبيقات على الأدوية اللي حنحكي عنها لقدام. هاي الانترودكشن الفارماكوكينتكس والفارماكوداينامكس مهمة جدا، لأنه هاي حتمشي معك بكل الفارماكولوجي، حتمشي معك بالستوتكس وراح تمشي معك بالتوكسيكولوجي، فمهم كتير إني أنا أتأسس فيها صح. Drug actions are mediated through the effect of drug molecules on drug receptor، يعني شغل الدواء اللي حيترجمه هو الريسبترز اللي بيشتغل عليها الدواء. الدواء بيجي على هالريسبتر بيزيد شغله، بيقلل شغله، بيوقف شغله، تمام؟ فالدراج بايندينج، ارتباط الدواء في الريسبتر، drug receptor binding results in activation of the receptor، تحفيز الريسبتر، وتحفيز الريسبتر هذا يؤدي إلى تحفيز الخلية. أنا بدي أضيف لها تحفيز الريسبتر يؤدي إلى تحفيز الخلية، يعني أنا الدواء تبعي هذا ارتبط في الريسبتر، حفز الريسبتر وحفز الخلية، هذا اسمه agonist، اسمه محفز، دواء أغونست. هلا احنا بدنا نشطب الكلام محفز لانه كلام مش علمي لما احكي محفز، لا محفز لا كلمه علميه اصلا، بيحكوا محفزات البيتا وكذا. اذا الأغونست هو محفز، وانا هون يعني بدي اياك تبعدي عن الترجمه لانه الترجمه حتعطيك كلمات خاطئه. طيب نجي على الثاني، prevention of the effect of biological substance، بمنع الأغونست الطبيعي اللي موجود بجسمي انه يشتغل. اوكي، occupy receptor، بيحتل occupy receptor without activating it، يعني هذا الدواء هو زي يعني هاي احنا عندنا الريسبتر، هذا الدواء ما بيشتغل ولا اشي، هاي الريسبتر، الريسبتر المفروض إشي طبيعي بجسمي، مثلاً المفروض إنه يجي هذا الريسبتر اسمه ألفا مثلاً، المفروض بجسمي إشي اسمه نور إبنفرين، المفروض النور إبنفرين يجي يرتبط على الألفا ويحفز الألفا يؤدي إلى تحفيز الخلية
هذا الإشي يؤدي إلى رفع الضغط، برفع الضغط أوكي بالشرايين. النور أبنفرين بيشتغل على الألفة اللي موجود بالشرايين عشان يرفع الضغط. إذا النور أبنفرين هو أجونست. أوه ثانية، فالنور أبنفرين هو أجونست، هو محفز لشو؟ للألفة. بيرتبط بالألفة نور أبنفرين الإشي الطبيعي اللي موجود بجسمي. طيب عندنا مريض ضغط، مريض ضغط إذا بسبب إنه في عدم اتزان صار بجسمه، سواء زيادة الأملاح، سواء زيادة النور إبنفرين، سواء فشل في الكلية، شو ما كان، صار عنده ضغط مرتفع. الضغط المرتفع هذا بدي أعالجه، إني أحط روح علاجه إني أسكر الألفة. فبنعطي مثلا زي التيرازوسين، مثلا دواء اسمه التيرا، كل ما هذا حناخذه من قدام، تيرازوسين. التيرازوسين هذا هو ألفا بلوكر. التيرازوسين هو ألفا أنتاغونست، هو أنتاغونست بلوكر، هو أنتاغونست. شو يعني أنتاغونست؟ يعني هذا التيرازوسين أنتاغونست، دافي أكتب بقية الكلمة. هذا الأنتاغونست بيجي على هذا الريسبتر وبرتبط عليه، بيجي على هذا الريسبتر وبرتبط عليه، ولا يؤدي أي وظيفة على الخلية ولا إشي، لا بحفز لا الريسبتر ولا الخلية. بس هو فكرته أنا حاجة أعبي هالمكان عشان بس أمنع هذا النور إبنفرين إنه يقعد فيه. بس الأنتاغونست هو محتل، هو بيجي بيحتل المكان، بيحتل الريسبتر من غير ما يعمل أي شغل عليه، تمام؟ هذا اسمه أنتاغونست. هلا أنا لما منعت النور إبنفرين اللي بيرفع الضغط، منعته يشتغل على الريسبتر تبعه، فالضغط رح ينزل، لأن النور إبنفرين بيرفع الضغط. بس بيجي هذا الأنتاغونست بقعد على هذا الريسبتر، ما في نور إبنفرين يشتغل، فطبيعي الضغط رح ينزل. هذه هي الفكرة في الأنتاغونست. الأنتاغونست لو رحت دورتي على الترجمة وشو ترجمته، حيطلع عندك إنه مثبط، بس غلط. المثبط بيعمل شغل، الأنتاغونست ما بيعمل ولا شغل. أوكي، هذا إشي يعني ضروري إني أنتبه على هذا الموضوع. الأنتاغونست ما بيعمل ولا شغل، أوكي، ما بيعملش أي شغل على الخلية، برتبط على الريسبتر وبس بيحتل المكان، فهو غلط أحكي عنه مثبط. في عنا أكثر من نوع من الأنتاغونست، في أنواع حنتعمق فيها وفي أنواع حنمر عليها مرور على السريع. فارماكولوجيك أنتاغونست اللي هو الدرج البايندر ريسبتر وبريفنت الأكتيفيشن، برتبط على الريسبتر وبيحتل المكان عشان بس ما يصير إنه الأجونست يرتبط، يعني هو بس بيجي بيحتل المكان عشان يقول ما بدي الأجونست يجي يشتغل هون، بس هو بيمنع الشغل، بيحتل المكان على الفاضي. الريفرسبل أنتاغونست والكومبتيتيف أنتاغونست هي مواضيع كتير مهمة في الفارماكولوجي، وطبعا إلها يعني حنغطيها هون، حنغطيها بتوسع في الفارماكوديناميكس، بس رح أحكي عنها هلا على السريع لأنه هلا كمان شوي حنشرحهم بالتفصيل. الريفرسبل أنتاغونست كانت بي أوفركم، ما بيقدر الأجونست يشيله، الأجونست قد ما زدناه ما بيقدر إنه يشيل الريفرسبل أنتاغونست. من اسمه الريفرسبل، غير رجعي، ارتباطه في الريسبتر هو ارتباط جدا قوي، فهذا يؤدي الى انه ما يقدر ينتقل عن الريسبتر الأنتاغونست حتى لو الأنتاغونست كان كميته كبيره. اما الكومبتيتيف أنتاغونست، الكومبتيتيف أنتاغونست من اسمه كومبتيتيف يعني تنافسي، يعني اذا زاد عندنا الأنتاغونست فبيقدر يغلبه، بيقدر يطلعه يشيله من الريسبتر. وهي مبدأ أغلب الأدوية اللي هي الكومبيتيشن، إذا الدواء نسبته أكتر من الإشي الطبيعي بالجسم، الدواء راح يزيح الإشي الطبيعي بالجسم ويرتبط على الريسبتر تبعه. أما إذا الإشي الطبيعي اللي بالجسم هو أكتر من الدواء، فالإشي الطبيعي اللي بالجسم راح يزيح الدواء عن الريسبتر ويقول له بدي أرجع أقعد مكاني، أنت خلص دورك، تمام؟ إذا الكومبيتيتيف بتعتمد على التركيز، كل ما كان تركيز الدواء أعلى كل ما كان قدر يحتل هذا الريسبتر. أما إذا كان الإشي الطبيعي بالجسم هو اللي تركيزه أعلى، فهو ساعتها راح يزيح الدواء.
هذا طبعا انا صار لي سنتين بحكي ايش الطبيعي ايش الطبيعي ايش الطبيعي، يعني اندوجينس الاشي اللي من جوا الجسم. شو يعني اندوجينس؟ يعني النور ابنفرين هو اندوجينس، ماده طبيعيه في الجسم مرتبطه على الريسبتر، وهذا الريسبتر موجود عشان الماده الاندوجينس اللي عندي. الاندوجينس ماده طبيعيه موجوده داخل الجسم. اما لما احكي اكزوجينس من اسم اكس اكس يعني خارج، اكزو جيناس يعني خارج الجسم. الدواء هو مادة اكزوجينس خارج الجسم، انا بعطيها عشان تروح ترتبط بالريسبترز بالمستقبلات اللي بتشتغل عليها اشياء اندوجينس. فالدواء ممكن يزيد الشغل تبع الاندوجينس او يمنع الشغل تبع الاندوجينس، او يعاكس الشغل، او يعني يعمل عكسه. ف اذا كان الدواء اجونست فهو بيشتغل نفس شغل الاندوجينس، اذا كان انتاجونست فهو بس وظيفته انه بس يمنع الاندوجينس يرتبط بس. اذا كان هلا حنشوف اشياء تانية اللي هي بتعمل العكس، فخلينا ما نستعجل. بس الاشي الاندوجينس الطبيعي اللي موجود بالجسم بيرتبط بالريسبتر، والاكزوجينس ده مصدر خارجي زي الدواء هو اكزوجينس، بيجي بينافس هذا الاشي الطبيعي على الريسبتر عساس يؤدي لشغل معين. physiological antagonist bind to a different receptor. لاحظوا هون different receptor، ما بيرتبط على نفس الريسبتر، بيرتبط على ريسبتر مختلف. producing effect opposite of agonist يعني بيعطينا effect عكس الاجونست، عكس الاجونست اللي عم بيشتغل على ريسبتر بعيد، بس هو بيرتبط على مكان مختلف. المكان المختلف هذا اللي هو السبير ريسبتورز، متذكرين تعريف السبير ريسبتر متذكرينه؟ قلنا السبير اللي هي زي قطع الغيار زي ريسبتر الزيادة، هدول الريسبتورز السبير. عندنا مثال رح ناخده بالاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو حيكون معانا بمادة السكند اللي هي بعد هذا التشابتر، بعد هذا التشابتر حناخد الاوتونوميك. عندنا مثال مهم على السبير ريسبتورز، خليني احكي هلا على السريع، خليني احكي على السريع لانه اذا بدي احكي فيه بالتفصيل بده محاضرة. نيجي هون. طيب خليني اشرح لك هون شو يعني سبير ريسبتور، شو يعني فيسيولوجيكال انتاجونست. في عندنا هذا عضو، اوكي عضو بالموجود في الجي اي تي، عضو موجود في يعني عضو موجود في الامعاء، هذا العضو ولا ممكن موجود الرئه ولا كذا. المهم هذول الريسبتورز اسمهم ماسكارينيك، احنا انت ما اخذتيهم بس انا عم بقول لك مثال، هذا المثال ما راح اسالك عنه بس بدي اياك تفهم الفكره. وهون في عندنا انزيم، هذا الانزيم طبعا الانزيم على الريسبتور عشان في اشي بترتبط عليه، بنظم شغل الاجونست، اوكي الاجونست اللي بيرتبط على هذا الريسبتر وبحفزه. اوكي هذا الاجونست اسمه بهاي الحاله اسيتالكولين، انا ما حسالك عن الاسم ولا حسالك عن هذا المثال، هذا بس شرح. هذا الاجونست اسمه اسيتالكولين، هذا الاجونست بحفز هذا الريسبتر وبيؤدي له شغل، هون بيؤدي له شغل بالامعاء، بيحرك الامعاء، شغل بالرئه، بقلل التنفس، بقلل الاكسجين الداخل للرئه، شغل على العينين، بضيق الحدقه. المهم هذا شغل مهم لوظائف فسيولوجيه معينه في الجسم. طيب هذا الاجونست الاستايكولين، هذا الانزيم بنظم كميه الاستايكولين انه ما تزيد عن حدها. اذا واحد تسمم بالمبيد الحشري او تسمم بغازات الحروب، فهاي الاشياء غازات الحروب والمبيدات الحشريه تيجي بترتبط على هذا الانزيم، تمام، وبتعطل شغل هذا الانزيم. ارتباط على هذا الانزيم اسمه الريفيرسيبل، ارتباط غير رجعي، تمام، يعني هي عطلت الانزيم وخربته وما بيقدر الدواء، قد ما انه زاد عندنا الاسيتالكولين هذا ما بيقدر يشيل السم هذا اللي هون عن الانزيم. هذا ممكن يكون مبيد حشري او ممكن يكون غازات حروب اللي هي الغازات السامه بتاعت الحروب. قد ما زاد الاسيتالكولين قد ما بده يزيد، يصير في زياده عندنا بالاسيتالكولين، الاسيتالكولين ما بيقدر، ليه؟ لانه الريفرسبل، ما بيقدر يشيل المبيد الحشري او الغاز السام عن الانزيم.
شو بصير؟ بزيد عندنا الكولين كتير، ببطل في إشي بنظم شغله، فبتصير عندنا سمية عالية تؤدي إلى الوفاة في خلال دقائق أو ثواني. طيب شو بنعمل؟ هو في خلال دقائق، ممكن الأطفال خلال ثواني إنه تصير الموت. شو بيعملوا بهيك حالة؟ أنا هذا الريسبتر اللي هون اللي على الإنزيم فقدت الأمل فيه، ما بقدر أشتغل عليه، بدي أجيب فيسيولوجيكال أنتاغونست، يعني أنتاغونست لهذا الإشي الإريفيرسيبل، بس هذا الأنتاغونست ما بيرتبط على نفس هذا الريسبتر تبع الإنزيم، بيرتبط على سبير ريسبتر، على الريسبتر مختلف اسمه سبير، اسمه الريسبتر الاحتياطي، عشان بس إني أقدر أنقذ حياة المريض. بهالحالة بعتوا مادة اسمها الأتروبين. الأتروبين هو مسكنينك أنتاغونست، هو أنتاغونست، هو مرتبط على الريسبتر وبوقف شغله، بس ما بيشتغل شيء على الخلية. الأتروبين هو مسكرينك، حرف الام اللي هو هذا الريسبتر اللي هون، أنتاغونست أو بلوكر، أنتاغونست نفسها بلوكر، يعني شو يعني بلوك؟ يعني بس وقف الشغل، ما بيعمل ولا شيء ثاني. هلا أنا صارت عندي المشكلة وين؟ أنا المشكلة صارت إنه الإنزيم وقف شغله وصار التحفيز هون عالي جدا، هذا التحفيز العالي عم بيعمل عندي مشاكل، هيوقف التنفس، هيخلي المريض يصير عنده مراجعة شديدة ويختنق ويموت. فشو بيعمل الأتروبين؟ بيجي هون على هذا الريسبتر، مش على الإنزيم، انسي الإنزيم ما بيقدر يشتغل عليه، وبيعمل بلوك لإله. تذكروا حكينا الأنتاغونست بس بيرتبط في المكان، ليش عمل بلوك؟ عمل بلوك لأنه الأسيتالكولين كميته كتير كبيرة، الأسيتالكولين كميته كتير كبيرة وعم تعمل سمية. لما نعمل بلوك لهذا السبير، هاي في الحالة صار عندنا هو السبير، لهذا السبير ريسبتر، ريسبتر المؤقت هذا، أو السبير اللي هو يعني السبير احنا بنحكي عنه سبير يعني قطع غيار، هو بهالحالة هو قطع الغيار عندنا عشان ننقذ حياة المريض، فأنا أوقف هاي الريسبونس الغير طبيعية اللي بتصير عندي. طبعا الأتروبين والأسيتالكولين شو علاقتهم؟ هل هم الريفيرسيبل ولا كومبتيتيف؟ الأتروبين والأسيتالكولين، الأسيتالكولين هذا أغونست، الأسيتالكولين أغونست تمام، هو محفز للخلية، يحط عليه علامة بلس، والأتروبين هو أنتاغونست. هلا حكينا عنه أنتاغونست، الاثنين بيشتغلوا على نفس الريسبتر، واحد بيعمل بلوك، واحد بيعمل بيحفز. طبعا الأنتاغونست أنا بدي أعمله على شكل دائرة مطموسة، يعني هو بس محتل، بيجي بقعد في المكان. هذول الاثنين علاقتهم مع بعض هي كومبتيتيف، تنافسي، بتنافسوا مع بعض. شو بتصير عندنا المشكلة؟ الأسيتالكولين الجسم بيضلوا يفرزه، ما بيوقف إفرازه لأنه ما في إنزيم يوقف شغله، فحيضلوا يطلع في الجسم. فساعتها الأتروبين لأنهم كومبتيتيف تنافسي، شو حيصير؟ حيصير الأسيتالكولين يزيح الأتروبين عن هذا الريسبتر. الاثنين هاي إحنا عندنا هاي الريسبتر اللي هو المسكرينك، اللي هو مثل عندنا السبير ريسبتر بهاي الحالة، هو اللي صار عندنا السبير. إحنا عندنا الأسيتالكولين اللي حامل عليه دائرة وبلس لأنه محفز، والأتروبين دائرة مطموسة. أوكي؟ هلا الاثنين بيتنافسوا على نفس الريسبتر، الاثنين علاقتهم كومبتيتيف تنافسية. هذا الريسبتر المسكرينك اللي حكينا عنه سبير، حكينا عنه اللي هو زي قطع الغيار، عشان أنا ما بقدر أشتغل على الإنزيم، فهي قطعة الغيار عندي اللي أحنقص فيها حياة المريض. فإذا زاد الأسيتالكولين رح هو اللي يغلب. فشو بنعمل؟ الأتروبين بهيك حالة بينعطى انفيوجن، يعني بيضلوا المريض ياخد فيه انفيوجن معلق على جسمه، ويضلوا ياخده، يعني بيكون عنده على شكل محلول معلق، ويضلوا يدخل جوه جسمه، يدخل في الدم. ليه؟ لأنه بيضلوا الأسيتالكولين يزيد، فعشان أنا الأسيتالكولين ما يغلب الأتروبين، لأنه هم الاثنين كومبتيتيف مع بعض، عشان ما يغلبه أوكي، بضل الدكتور أو بضل طبيب الطوارئ يعطي بالأتروبين يعني فترة طويلة، بضلوا يعطي عشان بس يغلب عدد الأسيتالكولين عند الريسبتر. فمين هون بيجي؟ لو الأتروبين صار أكثر، الأتروبين هو اللي بيحتل المكان. بس أنا ما اشتغلت على الريسبتر اللي فيه المشكلة،
هون الريسبتور اللي فيه المشكلة، الإنزيم، الإنزيم هو اللي فيه المشكلة. أنا ما بقدر أشتغل عليه كونه irreversible، أنا بشتغل على السبير، السبير هو المسكرينك في هيك حالة. أوكي؟ هاي الأسماء جديدة، أنت لسه ما أخذتيها، حناخذها بالوحدة اللي بعد هاي، اللي هي الوحدة الأوتونوميك نيرفس سيستم. بس هذا مثال جميل أنا بقدر أشرح فيه موضوع الريفرسبل والإرريفرسبل، الريفرسبل أنتاغونيزم والإرريفرسبل أنتاغونيزم. أوكي؟ ريفرسبل كومبتيتيف يعني ريفرسبل، تمام؟ أنا لما حكيت ريفرسبل قصدي كومبتيتيف. ليش اسمها ريفرسبل؟ لأنه بقدر أزيح الأغونيست أو الأنتاغونيست، يعني مش تأثير غير رجعي، تأثير رجعي اللي كميته أكثر بزيح الثاني، فهو طبعا تأثير رجعي. أما الإرريفرسبل ما بيعتمد على الكمية، بيعتمد إنه خلص هذا الريسبتر إجى عليه الدواء ما بقدر أشيله. ما بهم بحالة السبير ريسبتر، ما بهم أبدا موضوع الكمية، بهم موضوع مين اللي إجى أول. أوكي؟ خليني أصور هاي الرسمة. ثواني بس أشوف وين جروبكم. طيب تمام. خلص تمام. المهم إذا لما احكي انا الريفرسبل هو مثال على ارتباط المبيد الحشري بالانزيم، لما احكي ريفرس لما احكي كومبتيتيف اللي هي نفسها ريفرسبل مثال على الاتروبين مع الاتروبين مع اللي هو الثاني اللي هو الاتروبين لما يتنافس مع الاسيتالكولين بارتباط كومبتيتيف او ريفرسبل. فيسيولوجيكال انتاغونيست هو كمان مثال على الأتروبين لما بده يقاوم تأثير المبيدات الحشرية السامة، ما بيقدر يرتبط على نفس الريسبتر تاعتها، بيرتبط على سبير ريسبتر، على ريسبترز مختلفة عشان يقاوم شغلها، اللي هي الريسبترز اللي هلا حكينا عنها، مقصود فيها إنه زي قطع الغيار عشان أنا أنقذ فيها حياة المريض. كيميكال انتاغونيست، انا راح احكي امثله هلا، انت مش مطالبه بهي الامثله، انت بهمك هلا التعريفات، بس انا راح احكي امثله لانه كل ما نمشي فارما واحد اثنين وثلاثه راح تمر علينا امثله، حتمر علينا يعني هاي الامثله، فانت حتصير تربطيها على طول. كيميكال انتاغونيست نقدر نحكي عنه هو الترياق، الانتيدوت، يعني واحد السمم بشغله شو الانتيدوت تاعتها. بايند تو ذا اغونيست نوت ريسبتر، برتبط في الأغونيست بس مش في الريسبتر. شو معنى هالحكي؟ ايش يعني؟ شو فرق؟ طب شو يعني برتبط بالأغونيست؟ يعني مثلا في دواء اسمه هيبارين، هذا الدواء هو بينعطى في حاله الايمرجنسي، النزيف عفوا التجلط الايمرجنسي، يعني مثلا واحد جاي عنده هارت اتاك، واحد جاي عنده ذبحه صدريه وفي جلطه عنده في القلب، عطوه بيعطوه انترافينس هيبارين في الوريد على طول بيعطوه. طيب حلو كثير، ما دام بيعطوه هيبارين في الوريد يعني هو الدواء عطول وصل في الدم، هذا الدواء عطول وصل في الدم وبلش شغل عطول. في حال انه المريض انعطى جرعه زياده من الهيبارين او صار عنده نزيف من الهيبارين لانه هو مميع للدم، في حال صار هالشيء فهم بيروحوا بعطوا ترياق للهيبارين، انتيدوت اسمه بروتامين. البروتامين شو بيعمل؟ الهيبارين موجود بالدم وقاعد بيعمل نزيف شديد، فعشان نسيطر على الهيبارين والتسمم اللي بصير بالهيبارين بنعطي بروتامين، البروتامين بيوقف شغل الهيبارين، بس مش بيوقف شغله انه بروح يتنافس معاه على الريسبتر، لا بيوقف شغله انه بيرتبط في الهيبارين وبكونه كومبلكس غير فعال، يعني بيرتبط في الهيبارين وبعمل ماده جديده غير فعاله فتوقف شغل الهيبارين. اوكي، هذه هي الفكره في الكيميكال انتاغونست. الكيميكال انتاغونست بيرتبط في الاغونست عشان يمنع شغله، مش بيرتبط في الريسبتر، فمن اسمه كيميكال، ارتباط كيميائي بيغير شكل الاغونست فبيمنع انه يشتغل. اللوستريك انتاغونست، اللوستريك انتاغونست هو نفسه كمان بنقدر نحكي عنه موديوليتر. كلمه موديوليتر في عندنا ادويه حنشوفها هي بتشتغل كموديوليتر، موديوليتر يعني
في عندنا هرمون يعني حناخده ان شاء الله، دواء هرموني حناخده ان شاء الله بفارما 3 بيشتغل موديوليتر، وفي كمان دواء حناخده بفارما 2 اللي هو الميتوكلوبراميد يعتبر موديوليتر. شو يعني موديوليتر؟ الستريك اجونيست drug binding to a receptor altering the response of agonist. شو يعني هالحكي؟ الريسبترز مش بالشكل اللي انا برسم لك الريسبترز، برسمها دائما بهذا الشكل بشكل مبسط انه بس عباره عن شيء بيجي بيرتبط عليه الدواء، بس الريسبترز فعليا شيء كثير اعقد من هيك. الريسبترز في اماكن حواليه، اماكن حواليه بتاثر على 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 الريسبونس، على الاستجابه اللي بتصير. فممكن ريسبتر يكون جنبيه ريسبتر صغير ثاني، او يكون جنبيه مولكيول او بروتين ثاني. فالالستريك اجونست هو بيرتبط على هذا المكان، ارتباطه على هذا المكان هون جنب الريسبتر بخلي انه لما يجي الدواء او الماده الطبيعيه ترتبط هون بغير استجابتها، بغير استجابه الشيء الطبيعي اللي بالجسم. تمام؟ يعني في عندنا دواء لعلاج اسمه التاموكسفين، هو يعتبر موديوليتر، ودواء لعلاج سرطان الثدي الهرموني، سرطان الثدي اللي سببه الهرمونات بكون اللي بيستجيب للهرمونات. هذا الدواء بيوقف استجابة الخلايا السرطانية في الثدي للهرمونات، بينما ما بيوقف، ما بيأثر على الرحم. فهو موديوليتر بيشتغل في مكان إشي وبمكان إشي تاني، بيرتبط على الريسبترز تبعت الهرمونات اللي موجودة على الخلايا السرطانية، وبيغير استجابتها للهرمونات، بخليها توقف إنها تنمو بسبب الهرمونات. أما على الرحم ما بيأثر على الرحم، ما بمنع استجابة الرحم للهرمونات. فهذا يعتبر موديوليتر، هذا يعتبر إنه قاعد يحور أو قاعد يتلاعب في الريسبتر إنه يستجيب على كيفه. أوكي؟ أنا بهمني هون التعريف، الأمثلة اللي حكيتها كلها ما بتهمني، الأمثلة اللي حكيتها كلها هي بس عشان أقرب لك الموضوع، كلها راح تمر علينا بكورسات الفارما الثلاثة. هلا هون لو تحكي لي تعريف هذا اللي أحكيه هلا، لو تقولي لي مثبت ما راح أزعل، ما راح أقول لك آه عادي أحكي عنه مثبت، بس الأنتاجونست لا، ما تحكي لي على الأنتاجونست إنه مثبت. إحنا هلا حكينا الأنتاجونست ما بيعمل ولا إشي، ما بيثبط ولا إشي، بس بيمنع الأجونس إنه يرتبط، بس زيرو زيرو إفكت، صفر يعني صفر الإفكت تبعته. أما الإنفرس أجونست هو اللي أنا بقول لك آه إذا سميتيه مثبط ما رح أزعل منك. هي الإنفرس أجونست إذا سميتيه مثبط أنا ساعتها ما رح أزعل، ما رح نختلف على هاي النقطة. produce effect opposite of agonist، يعني هو بيعمل إفكت معاكس للأجونست. طيب حتيجي تقولي طب شو الفرق عن الفسيولوجيكال أنتاغونست؟ أنا هلا قلت لك الفسيولوجيكال أنتاغونست ما بيرتبط على نفس الريسبتر، بيرتبط على مكان ديفرنت، مكان مختلف، ما بيرتبط على نفس الريسبتر. طيب إيش هو، إيش يعني إنفرس أجونست؟ أنا هلا بقول لك شو يعني إنفرس أجونست. إحنا في عنا هذا يعني من أوضح الأمثلة، مع إنه هلا حيمر علينا الشابتر الثاني، حيمر علينا موضوع اللي هو الأوتوراميك، حيمر علينا إنفرس أجونست، بس أنا بحب أضرب المثل بشيء أوضح. الشيء الأوضح اللي عندنا، الشيء اللي جدا واضح، اللي هو الجابا ريسبتر. هذا اسمه الجابا ريسبتر. طبعا الجابا ريسبتر تركيبه نوعا ما معقد، له أكثر من يونت وأكثر من مكان للارتباط. المهم هذا شكل الجابا ريسبتر. الجابا ريسبتر له أكثر من مكان للارتباط، هون مكان الجابا، هون مكان باربيتوريتس، هون مكان البنزوديازبينز، هون 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 الباربيتوريتس، هون البنزوديازبينز، يعني له أماكن مختلفة لارتباط الأدوية. أنا بهمني هذا الريسبتر، هذا الريسبتر للإشي الطبيعي اللي بجسم الإندوجينس. في إشي طبيعي بجسمي اسمه جابا، هذا الجابا هو النيوروترانسميتر، ناقل عصبي. ناقل عصبي هو المسؤول عن تثبيط الدماغ. شو يعني تثبيط الدماغ؟ يعني أنا لما بدي أجي أنام الجابا عندي بيشتغل، أنا لما بدي أجي هيك أرتاح وأدروخ وما بدي إني أكون متوترة وقاعدة مسترخية الجابا اللي بيشتغل، لما أكون نعسانة وقاعدة بتاوب ومش قادرة أفتح عيني الجابا بيشتغل. فالجابا، الجابا هو ناقل عصبي طبيعي اندوجينس في الجسم، بيجي بيرتبط على الريسبتر، ركزي معي، بيرتبط على الريسبتر بيحفز الريسبتر. تمام؟
اذا هو بيرتبط على الريسبتر، هو اجونست على الريسبتر. حلو كثير. طب ايش يا مس عم تحكي لي انه مثبط؟ ما دام هو اجونست، ما دام هو على الريسبتر محفز بحفز الريسبتر، ليه عم تحكي لي انه هو انفيرس اجونست؟ انا هلا بقول لك ليه هو انفيرس اجونست. هو انفيرس اجونست لانه تحفيزه للريسبتر بيؤدي ل رد فعل، رد الفعل هذا بيعمل سالب على الخلية، بيعمل تأثير سالب. شو التأثير سالب؟ يعني الجابا لما يحفز الريسبتر تبعه اللي موجود في الدماغ، الدماغ بكسل، الدماغ بتصبط، الدماغ بتوقف التنشيط فيه، فأنت بتنعسي وبتنامي وبتدروشي. فهذا هو مثال على الانفيرس أجونست. الانفيرس أجونست هو دواء أو اندجينس طبيعي في الجسم بيرتبط في الريسبتر، بحفز الريسبتر، بس نتيجة التحفيز اللي بتصير هي إشي معاكس لشغل المحفز. يعني المفروض إحنا عنا النور إبنفرين، بلاش النور إبنفرين، عنا إشي اسمه الجلوتاميت في الدماغ. الجلوتاميت بيرتبط على ريسبتر اسمه النمدة، هذا كله حنخذ فارمتنين، ريسبتر اسمه النمدة، بيرتبط على ريسبتر تبع النمدة، بيحفز الريسبتر وبروح بحفز الدماغ. بتصير هذا المسؤول عن الدراسة والتركيز. بتصيري انت مركزة، بتصيري انت يعني تركزي في المحاضرة، بتصيري انت تصيري تحفظ الأسماء والمحاضرة. النمدة بيساعدك بالتركيز وبيساعدك بالحفظ والذكريات. فهذا الجلوتاميت اسمه أغونست على عيني وراسي. هو أغونست يعني هو محفز للنمدة ومحفز للدماغ، بينما الجابا هو محفز للريسبتر بس مثبط للدماغ. فشو بنحكي عنه؟ انفيرس. انفيرس يعني معكوس. انفيرس اجونست يعني اوكي على عيني وراسي محفز للريسبتر، بس النتيجه مش تحفيز ولا انه وقف شغل. يا ريت وقف شغل، النتيجه سلبيه، النتيجه عكس التحفيز كليا. حفزنا الريسبتر بس عملنا تثبيط للخليه. اوكي، شفنا ليش سمينا الانفيرس اجونست مثبط، بينما ما بصير نسمي الانتاجونست مثبط. الانتاجونست ما بيثبط، بس بيوقف الشغل، ممنوع تشتغل. بس الانفيرس اجونست اللي هو المثبط، هذا بيجي بيرتبط على الريسبتر، بحفز الريسبتر وبيعمل شغل معاكس كليا للاجونست، بيعكس الاجونست، بيقلب وقلب الموضوع. خلاص تمام. طيب خلينا نكمل. اوكي، إذن الانفيرس اجونست تحكي لي عنه هذا مثبت، انا ما عندي مشكله. هلا في عندنا اسم حلو وجديد اسمه بارتشال اجونست. بارتشال يعني محفز جزئي، اوكي، او هو نفسه البارتشال اجونست بنحكي عنه بارتشال انتاجونست، يعني بلوكر جزئي، يعني بسكر تسكير جزئي او بحفز تحفيز جزئي. ايش هذا الشيء؟ هذا هو عباره عن دواء. هذا الدواء لو انه اخذتيه بجرعة عالية وهاي الجرعة العالية ارتبطت بكل الريسبترز، كل الريسبترز ارتبطت فيها، اللي هي ساتوريتد الريسبترز، يعني هاي الريسبترز تبعته ارتبط في كل الريسبترز اللي موجودة بالجسم وكلها حفزها، عمل عليها بلس، حفز كل الريسبتر، مستحيل يعطي افكت كامل زي الاجونست، بعطي افكت less than الاجونست. يعني قد ما زادت جرعته في الدم، قد ما انه فلل كل الريسبترز اللي بتشتغل بالجسم، فهو ما راح يعطيني الافكت الكامله الكليه. وهذا مثال عليه، هذا الدواء مثال عليه هو الادويه اللي بتعالج ادمان المورفينات. الادويه اللي هي المورفين، وهي اللي بتعمل الادمان على المورفين، هي اجونست على المورفين ريسبترز، على الاوبيويد ريسبترز. بس انا ما بقدر اني اعالج المدمن بالاجونست لانه انا ما عالجته من ادمانه، انا عم بعطيه إشي، هذا الإشي عم بيعمل نفس المشاكل، هذا الإشي عم بيعمل عنده الايفوريا النشوه وعم بيعمل عنده الادمان، انا هذا الإشي ما بفيدني، فانا بوقف عنه المورفين، بوقف عنه الهيروين اللي هو الإشي اللي بدمن عليه، وبعطيه بارتشال اجونست، محفز جزئي على الريسبتر اللي هو عامل له الادمان. ليه محفز جزئي؟ لانه المحفز الجزئي مستحيل يعطيني الايفوريا النشوه تبعت المحفز الكلي اللي هو الاجونست.
فأنا المشكلة المدمن يعني بده هاي النشوة، وأنا ما بصير أخليه يوصل للنشوة بالعلاج تبعه، لأنه بده يتخلص من هاي الشغلة. فبنعطى بارتل أجونست، هذه من أحد العلاجات اللي تستخدم، هو إشي فعلا فعال لأنه ما بيعمل عندنا السمية وما بيعمل عندنا النشوة اللي بتعملها الأوبيويدز اللي بتعملها المورفينات. طبعا هذا يعني انا مش رح اقول لك الا الادويه اللي انا حكيتها تحفظي لي اياها، انا بس بحاول اقرب لك المعنى. انا بهمني التعريف اللي هون، الادويه كل هاي اللي اتروبين واستالكولين ومبيد حشري وجابا وجلوتاميت وكل هالحكي انا ما حسالك عنه، بس انا مثلا هاي الرسم كثير 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 بحبها، كثير بتسهل موضوع فهمي للاجونست. اذا اعتبرت الاجونست هو 100% الاجونست فول اجونست يعني فلل الريسبونس اللي هو المحفز الأجونست، اوكي اعتبرته هو 100%، فأنا رح أعتبر الأنتاجونست هو الصفر، الصفر تبعي ما في شغل. طبعا الانفرس أجونست هو حيكون بالسالب، سالب حيكون، اوكي أنا رح أعتبر الأنتاجونست هو الصفر تبعي، يعني ما في شغل. الأجونست 100%، الأنتاجونست صفر، ما في شغل، أنا بس ارتبطت في المكان عشان ما بدي الأجونست يقعد فيه. بس البارتشال أجونست طلعوا بارتشال اجونست، حتى لو كان طلعوا الدوز وصلت لدوز عاليه نفس دوز الاجونست تقريبا، بس البارتشال اجونست ما بيقدر يوصل لتاثير الفول اجونست، ما بيقدر، حتى لو حتى بالتركيز العالي حتى بالدوز العالي ما بيعطيني ال 100% شغل، بيعطيني اقل 50 40 يعني 80% مستحيل يوصل ل 100%. الانفيرس اجونست برتبط بالريسبتر وبعطيني شغل بالسالب تثبيط، عكس شغل الأجونس. الأجونس بعمل تحفيز، الانفرس أجونس بعمل تثبيط، أوكي؟ هاي الرسمة كتير بتسهلك على فهم التعريفات اللي حكينا عنها قبل شوي. هلا بدي أحكي على موضوع الكومبيتيتيف والريفرسبل أجونس، وبدي أشرح هاي الصورة وكمان احتمال أفرجيكم صورة تانية تسهل عليك هذا الموضوع. عندنا هون ايش هي الكومبيتيتيف؟ الكومبيتيتيف كمان بنحكي عنها ريفرسبل، عادي ممكن اقول لك كومبيتيتيف او ريفرسبل، يعني تنافسيه او رجعيه ريفرسبل، اوكي. كومبيتيتيف انتاغونيزم، لو انا استخدمت كلمه ريفرسبل ما تنصدمي، اوكي انا قلت لك التنافسيه هي نفسها الرجعيه. اجونست اند انتاغونست، نفس الاثنين الاجونست والانتاغونست اللي هو المحفز والبلوكر كومبيت بتنافسوا على نفس الريسبتر، اوكتوباي الريسبتر بتنافسوا على نفس الريسبتر. طيب مين اللي كومبيتيتيف انتاغونست از ا دراج ذات بايند تو الاجونست ريسبتر او فيري كلوز تو او بيرتبط في اماكن قريبه منه او في نفس المكان، بس هو قاعد بتنافس مع الاجونست على هذا المكان. مين اللي بتحكم، مين اللي بيحدد مين يغلب؟ اللي بيحدد مين يغلب هو موضوع التركيز الدوز، اوكي يعني can overcome the effect of competitive antagonist، يعني احنا الكومبيتيتيف انتاغونست هذا كيف بده يروح من الجسم، كيف بده يروح على الريسبتر عن طريق الاجونست انه يكون هاي دوز، الاجونست يكون جرعه عاليه، كل ما الاجونست كان تركيزه اعلى كل ما قدر يغلب الكومبيتيتيف انتاغونست، كل ما الاجونست كان تركيزه اعلى بيقدر يزيح الكومبيتيتيف انتاغونست عن الريسبتر. اوكي شو بيعمل؟ displace، بيزيح الانتاغونست and fully activate the receptor، لانه هو صار تركيزه اعلى فبيزيح الانتاغونست عن الريسبتر وبرتبط مكانه، زي ما حكينا اذا كان تركيزه اعلى لانه كومبيتيتيف تنافسيه. اما الريفرسبل انتاغونست نفس الشيء اسمها نون كومبيتيتيف، يعني غير تنافسيه ما فيها تنافس. الدواء لما يرتبط ارتباط الريفرسبل على الريسبتر ما بحسب حساب لا لتركيز ولا لا شيء بحسب حساب، ما بهمه الأجونست لو يصير عنده يعني 100 ضعف ما بينزاح على الريسبتر. طبعا هلا انا حشرح شو هاي، شو حشرح الداونورد شيفت، هلا بشرح لكم اياها. The effects cannot be overcome by adding more agonist، يعني اذا احنا ضفنا أجونست زياده ورفعنا كميه الأجونست ما بقدر اني انا ازيح الانتاغونست عن الريسبتر. تعال نشوف هاي الرسمتين، هاي كومبيتيتيف انتاغونيزم او ريفرسبل، وهاي الريفرسبل يعني نون كومبيتيتيف يعني ما فيها تنافس. شو الفرق بين الرسمتين؟ انا هلا بقول لك شو الفرق بين الرسمتين. احنا عندنا هون الأجونست لحاله، الأجونست لحاله الشيء الطبيعي انه هو على
جرعات هاي الجرعة حيعمل عندنا الإفكت وتظهر عندنا الإفكت الريسبونس للمية بالمية، للإفكت المية بالمية اللي هلا إحنا حكينا الأجونست بيعمل إفكت مية بالمية. طيب إذا أنا أجت بهذا الوقت هون بهذا الوقت وعطيت أنتاجونست هون، عطيت بنفس الوقت أنتاجونست، شو حيصير؟ الأنتاجونست دخل الجسم، الأنتاجونست أعتبره هو الدواء تبعي اللي هو زي الأتروبين، والأجونست هو الإشي الطبيعي اللي بالجسم. الأجونست هو الأسيتالكولين بهالحالة، الإشي الطبيعي الناقل العصبي الطبيعي اللي موجود بجسمي، الجسم بيفرزه من الأعصاب. والأنتاجونست هو الأتروبين، الدواء اللي أنا بدي إياه ينافس الأسيتالكولين. شو بصير بهيك حال؟ لما أنا آخذ الأتروبين بهذا الوقت، بهذا الوقت هون آخذه بهذا الوقت هون، حيوقف شغل الأسيتالكولين. ليه؟ لأنه أنا أخذت الأتروبين بكميات عالية، بعد فترة الأتروبين بصير يقل في الجسم. بس يقل الأتروبين في الجسم حيجي الأسيتالكولين ويزيحه عن الريسبتر، وتظهر هون مفعول الأسيتالكولين. أوكي؟ إذا 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 ال ال أو مش إلا حتى لما يقل الأتروبين، حتى لما إني أنا أزيد الأجونست أزيد الأسيتالكولين، أوكي الأسيتالكولين يزيد بجسمي لأي سبب من الأسباب، سواء أنا أخذته خارجي أو جسمي أنتج منه زيادة، ساعتها راح الأسيتالكولين يغلب الأتروبين ويزيد مفعول أو يظهر مفعوله على هاي الجرعة. شوفوا هاي الجرعة 0.1 واحد بالعشرة، هاي الجرعة الواحد بالعشرة كانت كان يظهر عندنا شغل الأسيتالكولين يوايو الأزرق. أوكي هذا هلا لما أنا عطيت أتروبين مع الأزرق اللي هي 0.1 راح شغل الأسيتالكولين، وبعدين لما الأسيتالكولين زاد 10 أضعافه من الـ 0.1 للواحد، من 0.1 لواحد يعني 10 أضعاف الجرعة زاد الأسيتالكولين كتير، شو ساعتها بصير؟ بتصير عندنا الأسيتالكولين بيقدر يزيح الأنتاجونست عن الريسبتر ويرتبط مكانه. كيف ممكن أمنع الأسيتالكولين يزيح الأتروبين عن الريسبتر؟ بإني أنا أزيد الأتروبين، أعطي المريض أتروبين كمان. أوكي؟ كل ما زاد الأجونست حيزيح الأنتاجونست إلا إذا أنا زدت كمية الأنتاجونست. أوكي؟ فهاي الكومبيتيتف بتنافسوا على 0.1 على الجرعة اللي هي 0.1 الأسيتالكولين هو اللي غلب الأتروبين، عفوا على جرعة 0.1 الأتروبين كان أكثر وغلب الأسيتالكولين. لما الأسيتالكولين زاد 10 أضعاف قدر هو يزيح الأتروبين عن الريسبتر ويرتبط مكانه، وظهرت عندنا الإفكت بعد ما زدنا الأسيتالكولين. فشو بصير؟ الأجونست زائد الكومبيتيتف أنتاجونست خلت عندنا الأجونست يظهر تأثيره بعد ما زادت جرعته كتير، بس على الجرعة العادية ما في تأثير لأنه في عندنا أنتاجونست. طب الإرريفرسبل، الإرريفرسبل ما فيها عين، الإرريفرسبل ما بيجي بيحكي الإرريفرسبل ما بيجي بيحكي الريفرسبل انتاجونست، ما بيجي بيحكي للاجونست انا راح ازيحك شوي او راح اخليك على هاي الجرعه ما تشتغل، حتشتغل على جرعه ثانيه. لا 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 مش هيك، احنا عندنا الريفرسبل، ما في عندنا روح رياضيه هون. لما يرتبط الانتاجونست يرتبط على الريسبتر ارتباط الريفرسبل، فالاجونست شو بصير فيه؟ هذا الاجونست لحاله، الاجونست لحاله بعطيني الافكت 100%. بس لما يكون المكان اللي بيرتبط عليه الأجونست أجا عليه الريفرسبل أنتاجونست، أجا عليه أجا عليه دواء هو ارتباطه الريفرسبل، فالأجونست في هيك حالة ما حيقدر يشتغل على هذا الريسبتر، بده يروح على إشي اسمه سبير ريسبتر. الريسبترز اللي هي زي قطع الغيار، السبير ريسبترز هتحاول إنها تقاوم تأثير، قلنا إحنا فيسيولوجيكال أنتاجونست يعني بصير التنافس على نفس التأثير بس من أماكن مختلفة. من المكان تاع الانتاجونست اللي مرتبط فيه الريفرسبل حيصير مثلا يوقف التنفس مثلا، بينما لما نشتغل على السبير ريسبتر بصير من جهته هذيك يحاول يحسن التنفس. فشو بصير؟ بصير إنه تأثير هذا السام قللناه بهاي الحالة، قللناه للنص. هلا تقليله للنص مش شال التأثير، بس أنا لما قللت التأثير السام تبع مثلا المبيد الحشري أو تبع الغازات السموم وعطيته أتروبين، وأتروبين ارتبط على السبير ما ارتبط على مكان المبيد الحشري أو مكان الغازات السامة، فهو بيساعدني على الحفاظ على الحياة تبعت المريض مؤقتا.
اوكي، يعني المريض تاثير المبيد الحشري 100%، تاثير المبيد الحشري هو بوصلنا لتاثير 100% انه المريض ما بتنفس، خلص سكرت الرئه. لما احنا نشتغل على سبير، على ريسبترز سبير اللي قلنا عنهم هذول المسكرينك ريسبترز، واجل اتروبين وارتبط هون عليهم، فهو بيعاكس تاثير هون، بيعاكس هذا التاثير وبيقلله ل 50%. يعني المريض حيقدر يتنفس بمساعده الاكسجين وتحت المراقبه، لحديت ما ايش؟ لحديت ما هذا الشيء الريفرسبل يطلع من الجسم. هذا الريفرسبل كمان له هاف لايف معينه، له دوريشن معينه، بعد هاي الدوريشن خلص بيطلع. انا بعمل على تثبيت حاله المريض، او اني انا اخلي حاله المريض مستقره لحديت ما الريفرسبل انتاجونست يطلع، يسيب الريسبتر ويطلع. بس طول ما هو الريفرسبل انتاجونست موجود على الريسبتر، او مره مش بتكون هيك الحاله، مره اوكي لحديت ما الدواء يطلع، بس مره بتكون الحاله مختلفه، مره بتكون الحاله انه لحديت ما الجسم ينتج ريسبتر ثاني. وهذا الاشي حنشوفه في بعض الادويه، وحنشوفه كمان في ادويه كثير، مش بعض الادويه، حنشوفه مثلا زي الاسبرين، زي الادويه المعده البي بي اي. المهم فمرات بتكون السيناريو انه الدواء يطلع من الجسم، او مرات بيكون السيناريو انه الجسم يعمل ريسبتر جديد مكان ريسبتر اللي الدواء مش قابل يسيبه او الدواء خربه الريفرسبل. اوكي، مثال على هيك الاسبرين. الاسبرين لما يرتبط على الريسبتر بيغير كل الريسبتر، هذا غيره كله، بيطلع الاسبرين والريسبتر خربان خلص. فشو بصير عندنا ساعتها؟ اللي بصير عندنا ساعتها انه الجسم بيعمل ريسبترز جديده، بيعمل ريسبترز جديده بيقدر ادويه ثانيه يشتغل على مكان الاسبرين. تمام، بحاله السبير بنشتغل على ريسبترز ثانيه لحديت ما الجسم يعمل ريسبترز جديده او يطلع الدواء من الجسم. اوكي، الدواء الريفرسبل. فعشان هيك السبير ريسبترز الشغل عليها قلل الريسبونس ل 50% اني اقدر انقذ حياه المريض بس. اوكي، اللي هو الاجونست زائد الريفرسبل انتاجونست، زي في حاله المبيد الحشري والاتروبين. انا راح اوقف المحاضره هون، وحنجاوب على اسئله البرين ستورمينج في الاجتماع تبعنا ان شاء الله. السلام عليكم.